تحكيم مباراه نهائي كاس مصر بين الزمالك والاهلي يوم الجمعه الساعه 7:30 بتوقيت القاهره. امبارح كنت اتكلمت في نقطه مهمه جدا وعايز اقول لكم عملت ردود فعل كبيره جدا داخل مبنى اتحاد الكوره في 5 شارع الجبليه. وانا كنت بتكلم في جزئيه على فكره والله ليها علاقه بالامور المهنيه، يعني احنا اكيد بنبحث عن المعلومه وعايزين نعرف طاقم التحكيم، وحقنا اكيد لما نطلع على الشاشه لازم نقول لحضراتكم معلومات جديده بخصوص اخر الترتيبات لهذا اللقاء، ولكن اللي احنا صادفنا في الايام اللي فاتت تصريحات متضاربه. حاج كابتن عامر حسين بيقول ان الاشقاء في السعوديه هيختاروا الحكام وهيتم تحمل التكاليف، وفي نفس الوقت الاستاذ ايهاب الكومي طلع قال كلام تاني خالص، قال لك الاتحاد المصري هو اللي هيخاطب الاتحادات الاوروبيه واللاتينيه لاختيار طاقم التحكيم، وكان في ردود فعل كبيره جدا. امبارح كمان كان في يعني اتصال تليفوني مع الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، والناس سالته على طاقم التحكيم، قال لهم هنعلن قبل ميعاد المباراه ب 48 ساعه، ولكن امبارح انا مش قادر اقول هل ده خبر رسمي اعلان رسمي ولا دي عباره عن توقعات او اتجاهات بتقول او اجتهادات بتقول ان ده الطاقم التحكيم او ده الحكم اللي هيدير اللقاء، لان الخبر اللي انتشر امبارح بالليل لان اتحاد الكره لغايه دلوقتي لسه لم يعلن عنه بشكل رسمي. اتحاد الكره لم يعلن عنه بشكل رسمي، ولكن هنتعامل مع المعلومه اللي الكل امبارح نشرها واتقالت في كل البرامج ان الحكم البرازيلي اللي هيدير هذا اللقاء أندرسون دارانكو هو الحكم البرازيلي اللي هيدير هذا اللقاء بين الزمالك والأهلي في المملكة العربية السعودية. ألف بي على طول، أول ما أسمع اسم حكم هيدير مباراة لازم أعمل بحث عنه وأعرف تاريخه وأعرف إيه ظروفه وإمكانياته إيه والشارة الدولية اللي خدها إمتى والكلام ده كله، بس أنا هتعامل مع الاسم ده على إنه مرشح وليس هو الحكم الرسمي، واتمنى يكون مرشح وليس هو الحكم الذي تم اختياره، لان السيره الذاتيه اللي معايا النهارده بالمقارنه بحكام من امريكا الجنوبيه او ابرز 5 حكام على مستوى العالم هو مش منهم. فانا بما ان هتعامل مع الخبر الرسمي اللي المفترض اتحاد الكره هو اللي يعلنه في الساعات اللي جايه هشوف الحكم ده ظروفه ايه واقول لحضراتكم. اولا أندرسون دارانكو هو اولا حكم دولي من عام 2014 ولكنه لم يتم اختياره حتى هذه اللحظة في أي بطولة من بطولات كأس العالم. السنة اللي دخل فيها قائمة دولية في 2014 لما كأس العالم اتلعب في البرازيل 2014 ما كانش موجود. لما كأس العالم اتعمل 2018 في روسيا ما كانش موجود. كأس العالم 2022 في قطر ما كانش موجود، وبالتالي منذ أن تقلد الشارة الدولية في عام 2014 لم يشارك ولم يتأهل للمشاركة في تحكيم أي مباراة في كأس العالم 2014 2018 2022، ده واحد. طيب هو بينتمي للزون الجغرافي في اتحاد الكونمونبول اللي هو اتحاد أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية، هناك في بطولة كوبا أمريكا لم يشارك في أي نسخة من بطولة كوبا أمريكا إلا في مرة واحدة عام 2019 وأدار مباراة واحدة بس، وبالتالي تاريخه التحكيمي في القارة التي ينتمي إليها ضعيف جدا ضعيف جدا، يبقى بالتالي ليس حكم مونديالي وليس حكم بيتم الاعتماد عليه في كوبا أمريكا. طيب مش هتكلم بقى على تاريخه التحكيمي والمشاكل اللي عملها في بعض المباريات، في حكام ممكن ما تكونش موفقة وأنا أتمنى لو تم اختياره أتمنى يكون موفق، ولكن أنا أروح لجانب تاني له علاقة بالجوانب الفنية، لأن لما تم الإعلان وأنا بتعامل بقى مع التصريحات الرسمية من قبل اتحاد الكورة اتقال وقتها هيجي حكم عالمي. طبعا انا مختلف عن فكرة الحكم العالمي، مفيش حاجة اسمها حكم عالمي على فكرة، مفيش حاجة اسمها حكم عالمي، احنا ممكن نقول الحكم المصنف او الحكم الابرز في القارة في الفيفا اللي هو بينتمي اليها يعني، ولكن حكم عالمي مش حاجة اسمها حكم عالمي، ولكن لما تقول حكم عالمي وتطلع بسقف الطموحات لفوق قوي وقلت مش هجيب طاقم تحكيم مصري عشان الناس تستمتع بالكرنفال ده فهجيب حكم عالمي، مخرج المباراة هو مخرج فاينل كاس عالم، فلما هجيب حكم انا توقعت قلت خلاص بقى هيجي حكم من الحكام البارزين سواء في انجلترا في اسبانيا في هولندا، لكن الاسم اللي اتقال مش منهم. يعني انا هديكم مثال، لما اتقال حكم عالمي انا قلت خلاص بقى هيجي انتوني تايلور من انجلترا، طبعا الاسم اللي اتقال امبارح مش انتوني تايلور خالص، هقول مثلا ممكن مايكل اوليفر، بس ممكن نقول استثناء بلاش مايكل اوليفر لان عنده ديربي ما بين السيتي وليفربول يوم الاحد اللي جاي، فماشي هتغاضى عن فكرة مايكل أوليفر، بس فين أنتوني تايلور؟ طيب ده أبرز حكم في إنجلترا مش موجود. أنا بتعامل على تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة اللي قالوها وعلوا بسقف الطموحات جدا للجماهير سواء جماهير الأهلي أو جماهير الزمالك،
ولكن في النهايه الاسم اللي اتقال لا ده بعيد تماما عن الاسامي اللي انا هقولها. الاسامي اللي انا هقولها دي على فكره هي الاسامي اللي الابرز على مستوى العالم. لو بتتكلم على ابرز حكام على الكره الارضيه مفيش غير الناس دي. فاي اسم تاني غير الناس دي نقدر نقول في السكند سي ودي الثالث والرابع. طيب هل ممكن خيسوس جيل الاسباني؟ مش عارفين. هل ممكن دانييلو اورساتي الايطالي؟ تعرفين طبعا الحكم الايطالي الشهير دانييلو اورساتو، برضو ده الابرز وده العالمي اللي انا عايز اقول لو عالمي ممكن يكون واحد من دول. برضو لغايه دلوقتي الاسم ده لم يتردد واتقال اسم حكم برازيلي. طب لو هنروح على الحكام البرازيليين، انا قلت برضو ابص على البرازيليين واسال ناس في الفيفا، يعني انا الحمد لله عشان اعرف اوصل للاسامي البارزه اللي اقولها بدون اي اجتهاد مني، مش مجرد انا بتفرج على ماتشات واقول لك ده هو الحكم الابرز، لا ده انا باخد قياس فني وانا بتكلم على الاسماء دي. الاسامي دي انا خدتها من مسؤولين في الفيفا دول الابرز على مستوى العالم، لو جه حد منهم يا سلام هتبقى حاجه بصراحه يعني لا تستحق التقدير على هذا الاختيار. ولكن لا انتوني تايلور ولا مايكل اوليفر ولا خيسوس جيل ولا دانييلو اورساتو الايطالي ولا حتى البرازيلي ويلتون سامبايو الحكم البرازيلي اللي ادار مباراه هولندا وامريكا دور ال 16 في كاس العالم في قطر. لو هنتكلم على البرازيل، لو هنجيب حكم لاتيني، لو الاوروبيين عندهم توقيت مش مناسب، طب لو هنروح للاتينيا او الحكم في قاره امريكا الجنوبيه، طب ليه ما يجيش البرازيلي ويلتون سامبايو؟ ده راجل كان موجود في كاس العالم، بلاش كده. فيكتور كاساي برضه نفس الكلام مفيش. طب ما تيجي نروح لقائمه النخبه، قائمه النخبه في الكونمونبول في امريكا الجنوبيه. دول الحكام النخبه البروفيشنال اللي الفيفا بيعتمد عليهم. اولا بصوا يا جماعه، فيهم اتنين من البرازيل، رافائيل كلاوس وويلتون سامبايو اللي قلت لكم عليه، اللي كان موجود في ماتش هولندا وامريكا دور ال 16 في كاس العالم الاخير في قطر. طيب نروح للاوروجواي، اندرياس ماتونتي مش موجود، بيرو كيفن اورتيجا مش الاسم اللي اتردد لغايه دلوقتي، الارجنتين فرناندو رابليني مش موجود، البرازيل اللي قلت لكم عليه ويلتون سامبايو برضه ما اتقالش خالص ويلتون، كل الاسامي اللي بتتقال لغايه دلوقتي في البرامج والمواقع اندرسون دارونكو ومش موجود في الناس دي خالص. نروح للارجنتيني فاكوندو تيلو مش موجود، الفنزويلي خيسوس فالنزويلا مش موجود. ما هو يا جماعه لما تتقال تصريحات حكم عالمي لازم تيجي من الاسماء اللي انا قلتها. هات كده اي خبير، بصوا يا جماعه سيبكم مني انا بجتهد، سيبكم مني، روحوا الاثنين كابتن عصام عبد الفتاح والكابتن تامر دري، الاثنين مصريين موجودين في الفيفا ومحاضرين معتمدين من الفيفا، وهم اللي بيدوا محاضرات تثقيفيه للحكام اللي رايحين كاس عالم سواء في الكاف في الفيفا في الويفا في الكونمونبول اللي الناس بتعتمد عليهم. اسالوا الاثنين المحاضرين، اسالوا فيكتور جوميز، انا بديكم الاسماء اللي هي اللي المفروض يعني تم اعتمادهم في اخر نسخه ان دول المحاضرين الدوليين مع الفيفا اللي هيثقف الحكام اللي رايحين كاس عالم 2026. اسالوهم، لو انا قلت اسم غلط من الاسامي دي هطلع اعتذر لاي مسؤول جوه اتحاد الكوره او اي مسؤول اختار هذا الحكم البرازيلي. ممكن الحكم ده على فكره البرازيلي اللي هو تم الاعلان عنه بالامس اندرسون دارونكو يجي ويبقى موفق ويعمل ماتش كويس، ده اوكي ممكن وارد في الكوره على فكره، بس ممكن يعمل مشكله في المباراه. ليه نعمل ده؟ طب طالما احنا قلنا من البدايه حكم عالمي وبلاش الطاقم المصري، خلاص بقى نجيب اسم فعلا يليق بالمباراه. أنا بتكلم على المباراة كإقامة مباراة بقرنفال بتجهيزات بترتيبات مباراة مصروف عليها. فلما نجيب حكم أنتوني تايلور، دانييل أورساتو، ويلتون سامبايو البرازيلي، دي الأسامي اللي فعلا تتقل المباراة. إحنا كمشاهدين أو حتى كحكام يقعدوا يستمتعوا ويستفيدوا. يبقى في استفادة. زي ما في استفادة من الإنتاج التلفزيوني، زي ما في استفادة بإقامة المباراة في السعودية، زي ما في استفادة للأهلي والزمالك ماليا وجماهيريا وكل حاجة، الاستفادة التحكيمية مهمة جدا، مهمة جدا للكل اللي هيتابع المباراة سواء في الملعب أو بره الملعب. المباراة دي عدد المتابعات ليها هتبقى فيها مش هقول مليارات، بس هيبقى فيها ملايين المشاهدين. ليه ما يجيش حد من دول؟ ليه في النهاية بعد ما سقف الطموح كان عالي قوي يجي حكم بيتقال عليه قوي، بس قوي بدنيا؟ احنا مش داخلين نلعب مباراة مصارعة، احنا داخلين نتفرج على مباراة بطولة رسمية نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك. ياما هنا في مصر لما جبنا حكام للأهلي والزمالك أجانب كان دايما بيجي حكام على أعلى مستوى من أوروبا. لكن الصورة دي يا جماعة ربنا يوفقه لو هو اللي هيدير المباراة، ولكن فنيا لا بعيد خالص.
اندرسون دارينكو مش هو الحكم البروفيشنال في امريكا اللاتينيه، ومش هو الحكم الاساسي اللي بيعتمد عليه الفيفا، وراجل ما راحش كاس عالم، مش حكم مونديالي، مش حكم عالمي كما اطلق، ما بيعتمدش عليه الاتحاد امريكا الجنوبيه الكونمون بول هناك في بطوله كوبا امريكا. يعني فكره ان هو يدير مباريات في الكوبا ليبرتادوريس زي دوري ابطال افريقيا ممكن يبقى زيه زي بملكة سيما مثلا، ولكن احنا بنتكلم على المستويات الاعلى. حتى تصفيات كاس العالم في امريكا الجنوبيه ادار 9 مباريات، رغم هناك المباريات بتبقى على مدار اكتر من سنتين، نسبه مباريات قليله. في مباريات الناشئين سواء الاي او البي او السي او الدي واخد مباريات كتير قوي. فاحنا بنتكلم على حكم مش من الكلاس A ولا البي، احنا ممكن نروح للسويد دي كمان. فأنا بقوم بدور الإعلامي لكل السادة المسؤولين عن اختيار الطاقم التحكيمي. اتحاد الكورة لو هيختار، أتمنى الاسم اللي اتقال امبارح ده ما يكونش اسم صحيح. أتمنى ما يكونش اسم صحيح، لأن الأسماء الكبيرة اللي تدي قيمة ومكانة للمباراة هي اللي أنا قلتها. ولو مايكل اوليفر ظروفه ما سمحتش عشان عنده مباراه يوم الاحد، في اسم تاني، في كذا اسم تاني من الاسامي اللي انا قلتها والاسامي متاح. لو اوروبا ظروفه مش هتسمح من امريكا اللاتينيه، انا استعرضت على حضراتكم دلوقتي على الشاشه دي الحكام اللي في قائمه البروفيشنال في امريكا اللاتينيه في الكونمون بول، هم دول الاساس، هم دول، مفيش حد تاني. اي حد تاني هنبقى بنلعب لعبه كده احنا وحظنا، يبقى الحكم موفق وتطلع المباراه كويسه وتمر بسلام. ولو لو بنفكر كده، طب ما كان حكم مصري، هي الفكرة نفسها واحدة، حكم مش مصنف. طب ما هو الحكم المصري اللي جاي مثلا ما كانش حكم راح كاس عالم، ده زي ده، ايه الاختلاف بقى اللي عملناه؟ مفيش اختلاف، نفس الكف، احنا وحظنا. لكن لو عايز تعمل حاجة بجد كان يجي اسم من الاسامي اللي انا قلتها. ولكن عموما هنشوف في الساعات الجاية لما اتحاد الكرة يعلن بشكل رسمي. انا دايما